يعني سلمى، مثل ما حكينا قبل شوي عن المكملات الغذائية والناحية الدوائية بالتصدي لفيروس كورونا، رح نكمل بنفس الموضوع لكن الناحية الغذائية والنظام الغذائي الصحي المتكامل اللي بيخلينا نتصدى لفيروس كورونا ونحمي حالنا ونقوي مناعتنا. رح نحكي بتفاصيل أكثر مع أخصائية التغذية هيا شجاع. صباح الخير هيا. صباح الخير، يسعد أهلا صباحكم. وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي. يعني كنا عم نحكي قبل شوي مع الدكتور عن أهمية المكملات الغذائية، ودائما يعني الصحة بتنبع من كل شيء طبيعي. خلينا هيك نبلش بالنظام الغذائي. شو النظام الغذائي الصح؟ تمام. النظام الغذائي الصح دائما لازم تفت له 3 عناصر اساسيه، اللي هي النشويات اللي بتمدنا بالطاقه، البروتينات اللي هي بتخلي نحن يكون في عنا بناء للكتله العضليه، والدهون المفيده طبعا. وقت اقول انا الدهون المفيده يعني بعد عن كل شيء مقالي، كل شيء الزيوت، كل شيء طيب يعني كل شيء طيب هي دائما بيقولوها هي. وحتى الدهون المفيده ما نستهلكها بشكل كتير كبير، لانه بتصير عنا بشيء عكسي، يعني بتكون مفيدة تجي بتصير عنا ضارة. هلأ مثلا النشويات، وقت بدنا نقعد نحنا ناكل نشويات، حتى النشويات لازم تكون عنا نشويات معينة، مثل النشويات اللي هي فيها الألياف أكثر. الألياف أكثر لأنه الألياف بتساعدنا أنه نحنا ننزل الكوليسترول، بتساعدنا أنه نحنا نحافظ على مستوى السكر بالدم عنا، ما يرتفع السكر بالدم عنا كثير، لأنه الألياف هضمها بطيء بالمعدة، فما بتؤدي لارتفاع منسوب السكر بشكل كتير عالي. بنفس الوقت البروتينات، نعرف نحن دائما ننقي نوع البروتينات اللي ما بترفع عنا الكوليسترول بشكل كتير عالي. ودائما انا بقول للاشخاص اللي بيجوا لعندي على العياده انه خلونا دائما نعتمد على الحيوانات اللي عندهم رجلتين احسن الحيوانات اللي عندهم 4 رجلين، يعني مثل الدجاج او السمك يلي هن دائما فيهم نسبه كوليسترول اقل من الحيوان، مصادر اللحمه او مصادر اللحم اللي بنجيبها من الحيوانات اللي عندهم 4 رجلين مثل الخواريف او مثل البقر او نعم. اليوم يمكن صار في تشتيت كثير كبير من الناس انه يكون النظام الغذائي تبعهم متكامل ويبعدوا عن الشغلات السلبيه. هي ذكرتي المقالي اللي هي من نوع من الانواع اللي نحن لازم نبعد عنها. اليوم شو بتنصحي للفئات العمريه، خلينا نقول الكبيره يلي هي بحاجه يمكن مناعه وجسم قوي اكثر من غيرها، شو بتنصحي لهم كيف يقووا مناعتهم بشكل اكثر بغض النظر عن المكملات يلي حكينا عنها؟ تمام. دائما انا نصيحتي لهم انه نكون نحن معتدلين ومتوازنين، ما في شيء اسمه نروح اكستريم نتخطى الحدود، مثلا نجيب سحارات من الحمضيات او سحارات من الجزر او كذا ونبلش نعصر ونشرب، لا، دائما الحل انه نحن نكون معتدلين حتى بحاله الامراض، وكل مرض يعرف شو الشيء اللي بيناسبه وشو الشيء اللي ما بيناسبه، يعني هو حسب كل شخص وحسب مرضه للشخص وحسب طريقه علاج هذا المرض، حتى ما يتدخل عنا عناصر غذائية بالعلاج تبعه. هلا طبعا أنا بنصح جميع الأعمار أول شيء نبدأ بفطور صحي وسليم، يلي هو دائما إنه نحنا مثل ما حكينا نفوت على هذا الفطور العناصر الثلاثة اللي حكيتها أو على بنهارنا كله، يعني نكون النشويات عنا ياها سليمة مليئة بالألياف، ما تكون سكرياتها جدا عالية، وما كتير نبالغ بحصص الفواكه والخضرة نحن ناكلها، نكون كمان معتدلين فيها، يكون عندنا اقل شيء باليوم 3 حصص فواكه. فطورنا ما يكون عباره عن كروسان اللي بيرفع لنا من معدل السكري كثير، اللي بعدين بحسنا بالجوع. هلا في كثير عالم تجي لعندي بتقلي انه انا بس افطر بجوع، طب انت ما عم تراقبي شو هو فطورك حتى انت عم بتجوعي. مو شو الفطور الصح؟ تمام. الفطور الصح هو مثل ما حكينا اللي بفت له 3 عناصر، بيكون فيه الالياف، بيكون فيه الفيتامينات والمعادن، بيكون فيه حصص من كل شغله بتناسب الشخص، بتناسب وزنه، بتناسب طوله، بتناسب عمره. طبعا اللي فيه بروتينات مثل اللبنه، مثل الجبنه، الجبنه قليله الدسم، اللبنه قليله الدسم، خلينا نلتجئ لكل شيء يكون قليل دسم لقد ما فينا نشيل السعرات الحراريه، كمان السمنه مرات بتخفف من مناعتنا، فلازم ندير بالنا على هالقصه، يكون كله متوازن. حتى مثلا زيت الزيتون، في عالم تجي بتقول لك زيت الزيتون كثير مفيد، هو صح مفيد بس نحن مو ندلقه دلق، مو تكون يصح كله
عبارة عن زيت زيتون، بتلاقي مثلا الفول قديش مفيد، فول جدا مفيد وبيخلينا ما نجوع، بس بتلاقي كيف بيعملوا العالم، بحطوا مسبح من الزيت على صحن الفول، بيقولوا لك ما بنحس بطعمة الفول بلا زيت، بس صحيح. هذا الشيء كثير غلط. صح الزيت مفيد جدا، بيعطينا الأوميجا 3 وهو من الدهون المفيدة، بس هذا مو معناته ناكل مسبح من الزيت. أكيد. طيب هي كمان بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري وغيرها من الأمراض، حتى بعض أنواع الأغذية تناولهم بشكل غلط ممكن يأثر عليهم، وبدل طبعا. ما يعطيهم مناعة ويقوي جسمهم ممكن يزيل ارتفاع السكري أو ارتفاع الضغط اللي بيؤدي لمشاكل عدة بالجسم. صح. شو هي المأكولات اللي لازم يبتعدوا عنها واللي هي بتأثر طبعا على مناعتهم؟ تمام. هلا بالنسبة لمرض السكري، أول شيء هو السكري بيأثر على جميع أجهزة الجسم. تماما. فمن بيناتهم بيأثر على جهاز المناعة بمرض السكري. فنحن أول شيء بمرض السكري لازم نعالجه إنه هو يكون السكر عنا منتظم لحتى نحافظ على جهاز المناعة عنا. إذا سكرنا ملخبط فحيكون كل شيء تاني ملخبط. بالنسبة لمرض السكري هو كل شخص يختلف عن الآخر، يعني مثلا هذا الشخص الخبز من هذا النوع بيرفع له سكره غير الشخص الآخر طبعا. فكل شخص لازم يعرف حاله قد ايه بيرتفع السكر عنده، كيف لازم ينظم أكله وجبته مع الإنسولين اللي بياخده أو وجبته مع حبوب السكري اللي بياخده، فهيك هو بيكون الشخص عم بيحافظ على حاله، ودائما يحاول يخفف من جرعات الإنسولين، ما يأكل قد ما بده وياخد إنسولين ليحرق له الأكل اللي أكله، لا دائما لازم يحاول يقول انا اليوم بدي خفف هيك عشان ما اخذ انسولين كثير، لانه مثل ما بنعرف كمان الانسولين بيفتح الشهيه، فما فينا قد ما فينا ناخذ انسولين وبنفس الوقت ناكل قد ما بنستفيد شيء. ما بنستفيد شيء طبعا، اكيد بالعكس بنكون عم نضر حالنا، عم نعرض انه تنفتح شهيتنا، ما يصير في عنا كنترول على الاكل. بنفس الوقت مثل ما قلنا كل ما اخذنا زياده كل ما ضرينا حالنا زياده، وبنفس الوقت مثل ما حكيت على السكري انه لازم ياخذ النشويات اللي فيها الالياف، لأنه هي بتخلي دائما معدل السكر بالدم يكون منتظم ما يرفعه بشكل كتير سريع، وياخد كمان البروتينات المفيدة اللي هي بتخلي كتلة العضلية دائما تكون منيحة، يلعب رياضة ويعرف أهم شيء عن جد، لأنه حتى الدهون، حتى أنا بقول لهم أنه المقالي صح ما بترفع من السكري بس هي بتخلي يصير عندنا مقاومة للإنسولين، منشان هيك لازم نبعد عن المقالي تمام، لأنه بتعمل مقاومة للإنسولين. والرياضة ومريض السكري لازم طبعا دائما يعرف كيف ينظم وجباته مع الرياضة، مو ياخد إنسولين ويلعب رياضة قام يدوخ بأرضه، لا لازم يعرف كمان يكون عنده طريقة لوقت يلعب رياضة، شو ياكل قبل الرياضة، شو ياكل بعد الرياضة، ليدل سكره بالمعدل الطبيعي. وطبعا مريض السكري مثله مثل اي مريض ثاني، مثل الشخص الطبيعي، بزياده كيف بيزيد مناعته من كيف بيزيد من مناعته، اللي هو انه ياكل اكل يلي مثل الشخص العادي اللي بيزيد له مناعته، الشخص العادي اللي فيه فيتامين سي، اللي بيكون فيه فيتامين اي، اللي بيكون فيه الكاروتينويدز، اللي بيكون فيه الفيتامين اي، وهدول تمام. كثير من الأسئلة هي عم تجينا عن مرضى السرطان اللي بياخذوا جرعات كيماوية، كمان هدول نظامهم الغذائي كمان لازم يكون مدروس أكثر، وبيختلف عن الأشخاص الطبيعيين اللي يمكن ما بيعانوا من أي مشكلة صحية. طبعا، لانه مريض السرطان وقت يبلش جرعاته الكيماويه، نحن هون مريض السرطان بيكون فائد للشهيه، فما فينا نقول له مثل اي مريض عادي انه عود كول واشرب وكذا، بيكون هو اوريدي ما عنده هالشهيه ليعمل الشيء اللي نحن بنحكيه، فهون وقت مريض السرطان مضطر يلجا للمكملات الغذائيه هي بشكل اضطراري، لانه بيكون في عنده بيكون عم ينحف، بيكون ما عم ياكل، ما عم يقدر يفوت حتى الحصص الطبيعيه لاي مريض ثاني بيقدر يفوت. فهون نحن بنلجأ للمكملات الغذائية، وطبعا دائما بنبحث على طريقة يحسن هو فيها يستساغ الأكل، يعني يحب الأكل. مثلا إذا هو عم يتضايق من الروائح نحاول دائما نخلي الأكل يكون بارد، لأنه الأكل البارد ما بيكون فيه ريحة مثل الأكل السخن، نحاول دائما نفوت له إياها بطريقة حلوة. يعني أنا دائما بقول لهم أنه نحاول مثلا نعصر ليمون ونحطه بالفريزر، نساويه مثل كيوبس، يصير هو مريض السرطان يحطه بتمه بس هيك أنه
مثل يستساغى، ما يشرب كميه، ما يشرب كميات كبيره ويتضايق منها بنفس الوقت، تاثر على معدته. وحتى مريض السرطان وقت ياخذ جرعات كيماويه بصير في عنده تغير بحاسه الذوق. فمنشان هيك نحن حتى هي يعني individualized، بتعتمد على الشخص، كل شخص بصير بيضايقه شيء غير الشخص الثاني. في اشخاص بصيروا بيضايقوا من البهارات، هون لازم نقلهم البهارات، ما نحط لهم بالاكل الثوم والبصل اللي بيعطوا طعمه كثير قويه تضايقهم، لانه بيكون في عندهم تغير بالحليمات الذوقيه من قفا الجرعات الكيماويه اللي عم تاخذها. وبتجي الكورونا كمان بتخفف عندهم هذا. اكيد تمام. ومريض السرطان بالذات لازم كثير ينتبه، مثل ما قال الدكتور اللي كان قبلي من شوي، يتعامل مع الاشخاص انه كلها مصابه، ما يقول هاد معلش وهون فيني، دائما يلجا للتعقيم، دائما يلجا ليحط كمامه، دائما يلجا انه بهالفتره بالذات يقعد لحاله بالاوضه، يكون له اغراضه الخاصه، بشكيره الخاص، اكله الخاص، معلقته، كاسته. وهيك ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه للكل. يعني حكينا عن السكري وحكينا عن السرطان، خلينا هيك شوي نمر سريعا على اهم النصائح اللي بتحبي تقوليها اليوم لكل يلي عم بيتابعنا بشكل عام عن النظام الغذائي الصحيح. تمام. هلا مثل ما عرفنا هالفتره، هاي السنه هي اكثر سنه المواطنين كلها صاروا يعرفوا مثلا الليمون شو في بقلبه، البروكلي شو بتفيد، السبانخ، بكثر ما حكينا فهي اكثر فتره المشاهدين صار عندهم انتباه قديش الاكل والغذاء وكل شيء طبيعي، اهم المكملات الغذائيه، اهم ما نحن نروح على الكافيه نرجل وما ناكل او ندخن او انه نبتعد عن المشروب. فعن جد كانت هالسنه مفصلية بالنسبة للعالم اللي ما عندهم أي رؤية أو أي انتباه للأكل الصحي، كيف لازم يكون أكلهم، تنظيم وجباتهم. فبتمنى من الكل أنه الرياضة تكون أساس بحياتهم، ما حاجة أجلوا للرياضة، لأنه هي فعلا كتير بتقوي مناعتنا. الرياضة والغذاء هن اثنين متكاملين ما بينفصلوا نهائيا. أنت بغذائك أكيد بتفيدي حالك، بس بلا الرياضة بتكوني أنت ما عم تتخطي سقف 40% أنه أنت تزيدي مناعتك. فوقت نحن نجمع على الاثنين بنكون نحن عم نعمل شيء كثير حلو لجسمنا، عم نساعد حالنا، عم نخلي دائما يكون في عنا كتله عضليه عاليه يلي هي كمان بتقوي لنا جهاز المناعي مثل الاكل الصحي. اكيد. هي شكرا كثير لك، شكرا لك للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى كل الناس يعني يكون عندها هذا الوعي، وخلص يعني بعد شهور من هي الجائحه صرنا يمكن نقدر نعرف ونميز النظام الغذائي الصح، وانه بنمارس تمارين رياضيه لتكون حياتنا كلياتها ضمن هي الجائحة أو بعدها إن شاء الله تكون كلياتها بصحة وخير. شكرا. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا.